كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي. كانت البردو يقولوا عنه نوم مفتولين، عايشين مع الإسلام، عايشين بالتخشيب وعايشين على الزبالة. عبد القادر فصل بين فكرة العدو اللي جاي عم ياخد أرضنا وبين المسيحي المؤمن. اتهموني إني أنا كيف بترك القطيع المسيحي وبنزل إلى منطقة إسلامية، فمشيت عكس السير. سامحوا اللي قتلوني من كل قلبكم. مين بيربح الحرب؟ إنه اللي قتل أكتر بيربح أكتر؟ كل حرب وسخة، ما حدا منا رح يطلع نضيف من الحرب.